شوية لينكات هتعجبك، ويلا بينا نبدأ. أول كاتشاية هي جيجينج مع الدكتور أحمد يا جدعان، يا مسهل. واضح إن لسه فاضل كتير. هذا كفر؟ كفر يا مسهل. الله ديك. الحمد لله على السلامة. صورت؟ صورت أيوة. ما شاء الله. ما شاء الله وحجمها حلو. الحمد لله. إن شاء الله. إن شاء الله الله يكبر. استر العيد. جاية فاست جيج. أول كاتشاية. دكتور أحمد جايب معاه حاجة. جيج قاع. وهنا ان شاء الله في حاجه طالعه فاضل 60 متر. انا متوقع نرجع لها تاني. وهنا طبقنا طبقنا. اجمد يا دكتور، هو ده الكلام. ده كذا حاجة ولا بس طعم؟ ديك ديك يا جماعة. ديك. ديك ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. النهاردة يوم الديوك. حنكاكي كلنا. تاني كاتش اهي. ما شاء الله حجمها ممتاز. حلوة. جميل. بلاك موبايل. ما شاء الله. عاش عاش عاش. ايه اللي حصل يا دكتور؟ قطعت حاجه مش قطعت حاجه، عطتها، بقيت شده مره واحده وبعدين الحمل خف. راحت مننا الكاتش الثالثه يا جدعان. ما شاء الله ما شاء الله، الشده دي جامده. ها يا دكتور لسه معاك؟ ايه الاخبار؟ اما نشوف هي ايه يا مسهل. ديك اهو، الديك ظهر يا جدعان، يا وجاي مشموط من دماغه. ما شاء الله ما شاء الله، حجمه جميل. انت جايبنا في عش الفراخ. ديوك هو ابن اللذينه، فظيع مشموط من دماغه.